السلام عليكم. اتكلم ان شاء الله عن الباقي بتاع الكومبليكيشن بتاعت الدايبيتس. اول حاجه عندنا الجينيتال كومبليكيشن على مستوى الميل الامبوتنس. الامبوتنس واز لوس ديب تستيكولار بين دي تو اوتونوميك نيورولوجي وانتركت تستيكولار سنسيشن انديكيت سايكوجينيك كومبوتنس. يعني الكلام ده الامبوتنس اللي هو ضعف الاريكشن اللي هو ضعف الاتصال ده، تمام، يبقى يكون ناتج من ثلاث اسباب، يا اما سايكوجينيك حاجه سايكولوجيكال، يا اما نيوروباثيك، يا اما فاسكولوباثي، يا اما مشكله في النيرف او مشكله في الاوعيه الدمويه، يا اما مشكله سايكولوجيكال. لو لقيت عند الشخص ده مورنينج اريكشن معناها ان المشكله دي سايكولوجيكال، تمام، يبقى كده ايه، دي مشكله سايكولوجيكال. لو كان عنده مورنينج اريكشن يبقى عنده دي مشكله سايكولوجيكال. طيب بعمل له سكويزنج للتست، اعمل سكويزنج للتست، لو حس في بين في تستيكولار بين يبقى النيرف سليم، يبقى في مشكله في الفساد. طب لو ما حسش يبقى في مشكله في النيرف. بس بكل بساطه الامبوتنس ثلاث حاجات، سايكولوجيكال ونيورولوجيكال والفاسكولار، تمام كده. طيب سايكولوجيكال استبعدها ازاي؟ بالمورنينج اريكشن، لو في مورنينج اريكشن يبقى المشكله دي سايكولوجيكال، تمام. طيب عندك مشكله في يا اما نيورو يا اما فاسكولار. نيورو ازاي؟ قال لك ايه، اعمل له سكويزنج للتستس، لو في تستيكولار بين يبقى لو في تستيكولار بين يبقى دي مشكله فاسكولار غير بسرين. طب لو نص الديب تستيكولار بين ما فيش بين اصلا، مش حاسس بين، يعني بعصر التستس كده بعمل سكويزنج للتستس، تمام كده. قال لك في اوتونوميك نيورولوجي النيرف مش بيحس، تمام، فعنده مشكله في النيرف، تمام. طب لو في لو حس يبقى النيرف سليم، يبقى دي مشكله ايه، فاسكولار. طب الفيميل مينوراجيا، مينوراجيا اللي هو الدم بتاع البيريو ده، تمام، بروريتس والله نتيجه الانفكشن على مستوى الفالفا والفاجينا، تمام، وستريليتي. اي واحده جايه عندها بروريتس والله لازم اعمل مونيتور للبلاد جلوكوز واليورين جلوكوز واعمل انفستيجيشن بتاع الدايبيتس، تمام. طب ممكن يحصل ايه، استرنتي. طب الدايبيتس والبريجنس، الدايبيتس والبريجنس قال لك كمان بيحصل، ممكن يحصل كانديديزس على مستوى الفاجينا، كانديديزس على مستوى الفاجينا، تمام. طيب الدايبيتس والبريجنسي، قال لك البريجنسي بتأفكت الدايبيتس والدايبيتس بتأفكت البريجنسي. اول حاجه البريجنسي بتأفكت الدايبيتس ازاي؟ البريجنسي عندها مين؟ عندها استروجين، عندها بروجستيرو، عندها لاكتوجينيك هرمون، الهرمونات المضره للبن دي، تمام. الحاجات دي انتي انسولين، بتعاكس الاكشن بتاع الانسولين، فبتقلل الافكت بتاع الانسولين، فلازم الست دي ازود لها جرعه الانسولين، تمام كده. يبقى انكريس ديماند او نيد فور انسولين، عشان انتي انسولين هرمون بتعاكس الاكشن بتاع الانسولين. كذلك ديكريس رينال ثريشولد جلوكوز، مثلا عندك التيوب بتاعت الكدني كانت بتنزل جلوكوز بعد 160 ملي جرام، يعني هي بتعمل ري ابسوربشن جلوكوز اب تو 160 ملي جرام. لو الجلوكوز زاد عن 160 ملي جرام تبدا تنزل في اليورين. هنا بقى الست دي الفيميل دي عندها ايه؟ عندها رينال ستريشن بدا 160 140 ده 100، تمام. يبقى ايه؟ الرينال ستريشن قليل فبتنزل معظم الجلوكوز في اليورين، ماشي؟ طيب قال لك الانسنس للكوميونيكيشن بتزيد، ممكن يحصل دايبيتس نيفروباثي بتزيد مع الوقت، تمام. طيب عندنا الافكت اوف دايبيتس اون بريجنسي، ازاي دايبيتس افكت البريجنسي؟ قال لك على مستوى الام، على مستوى البيبي، على مستوى الام يحصل ابورشن ليه؟ نتيجه مايكرو انجيوباثي اوف بلاسنتا فيسل، اوف بلاسنتا فيسل، تمام كده. البلاسنتا يحصل فيها البلاسنتا فيسل او عايز ميه بتاع البلاسنتا دي تنقفل نتيجه مايكرو انجيوباثي، فيحصل ابورشن، تمام. البيرفرال سيبسس اللي هو الحمى النفاس، الكلامسياس تسمم الحمى، مش عارف له سبب، بيحصل كده ايه في الدايبيتس، عنده يحصل لها هايبر تنشن، يحصل لها البري اكلامسيا تسمم الحمل، البريماتيور ليبر تولد قبل اوانها، الولد بيبقى ايه، الطفل بيبقى مكعبر كبير كده ماكروسومي هنعرف دلوقتي. طب بوست بارتم هيموريج، بوست بارتم هيموريج. طيب قال لك الست دلوقتي الفيميل دي عندها هايبر جلسيميا، جلوكوز عادي، الجلوكوز ده بس في مشكله عندها في البيتا سيل، عشان كده بتاخد انسولين، يعني عندها دايبيتس، تمام كده. مبدئيا حتى لو هي تايب 2 او تايب 2 بتاخد انسولين برضه، تمام، لان الاورال هايبر جلسيميك درانك هي تراتوجينيك وهتاثر على البيبي، فبتاخد حتى لو هي تايب 2 بتاخد انسولين، تمام. وبعد كده ما تخلص بعد ما تولد يعني بترجع تاني للتايب 2 اللي هو الايه، بترجع تاني للاورال هايبر جلسيميك. ما علينا، المهم دلوقتي الجلوكوز عندها كبير، تمام، ولكن الانسولين عندها مش بيطلع كويس، عشان كده انا بعالجها بانسولين. طيب بس الطفل البنكرياس بتاع سليم، البنكرياس بتاع الطفل سليم، الجلوكوز هيوصل عن طريق بلاسنتال بارير ويروح يعدل الطفل، فالجلوكوز بتاع الطفل يعلى، تمام. ما هو الطفل بياخد الجلوكوز بتاعه من الام، تمام، بما ان الجلوكوز عالي عند الام فهيتنقل عن طريق البلاسنتا يروح للطفل، فالجلوكوز يعلى في دم الطفل، فيستميليت البيتا سيل بتاع البنكرياس بتاع الطفل، البنكرياس يطلع انسولين بكميه كبيره، تمام كده، كمحاوله منه ان هو يقلل السكر بتاعه، تمام كده. طيب بعد ما الطفل، طبعا الانسولين انابوليك افكت، تمام، يعني انابوليك يعني بيبني انهبيتور، يعني يعمل لايبوجينيسيس، بيبني بروتين، تمام، يعمل ايه، انابوليك عن صبر، فلا الطفل ده ماكروسوميا كبير مكعبر كده، فبالتالي يحصل اوبستراكتد ليبر، لازم الست دي تولد سيزيريان سيكشن،
قيصري. ليه؟ لان الطبيعي الاولاد الطبيعي هيحصل اوبستراكتيف ليبر، الاولاد ايه؟ الاولاد راسه كده مكعبره، يعني ايه مكلبص في نفسه كده. تمام. بيقلل انسلنس اورنيتال ديس. ماشي. طيب قال لك بيحصل هايبوجلايسيميا في البيبي. ليه بيحصل هايبوجلايسيميا في البيبي؟ لان احنا قلنا الجلوكوز وصل للطفل في عيني في دم الطفل، فالانسولين بتاع فالبنكرياس بتاع الطفل بدا يطلع انسولين، فالانسولين عند الطفل عالي، الانسولين عند الطفل ايه؟ عالي، كمحاولة منه ان هو يقلل الجلوكوز بتاعه. تمام. بعد ما يتولد، بعد ما يتولد الطفل دلوقتي ما عادش بيجي له جلوكوز من الام، تمام، بس لسه عنده انسولين عالي، فيبدا الانسولين يعلي يوطي السكر بتاع الطفل، فيحصل هايبوجلايسيميا. ثاني كده هو زود الجلوكوز ليه؟ عشان خد الجلوكوز من امه عن طريق البلاسنتا. تمام. فاستبيلت البنكرياس بتاع الطفل، فطلع انسولين كميه كبيره كمحاوله منه ان هو يقلل السكر. طيب بعد كده الطفل اتولد خلاص ما عادش بياخد الجلوكوز من امه خلاص. طب ايه اللي بيحصل؟ الانسولين لسه عالي، ستيل لسه عالي، والجلوكوز بتاع الطفل لسه حاجه بسيطه لسه، يعني ايه يعني عادي، يعني الليفل بتاعه عادي. تمام كده. فالانسولين بيعمل ايه؟ بيعمل هايبوجلايسيميا. تمام. ممكن يحصل كونجنت انوال اذا ان كيفالين ما عندوش مخ، بيموت غالبا. تمام. والهايلاين ميمري ديزيز نتيجه ديكريس السيرفكتنت، قلنا بالتفصيل في اليونان ديكريس السيرفكتنت يحصل كلها في ال في بعد. ماشي. وقلنا بالتفصيل تصنيع السيرفكتنت قلناها في عندي في الاطفال. ماشي. طب المانجمنت بتاع الدايبيتس لو واحده بريجننت بتعمل ايه؟ قال لك مونيتور للدايبيتس عن طريق بلد جلوكوز. تمام كده. تشيك بلد جلوكوز ليفل. ماشي. افويد الاورال هايبوجلايسيميك، بتاخد انسولين حتى لو هي تايب 2، حتى لو هي تايب 2. تمام. لان الاورال هايبوجلايسيميك بتبقى تراتوجينيك، بتعمل الفيتال بيتا سيل هايبرتري، تعمل ستيميشن للبيتا سيل، تعمل اكزوشن وهايبرتري للبيتا سيل بتاعت البنكرياس بتاع الطفل. تمام. بتعمل ماكرو سوندا. تمام. طيب عندنا الفاستنج بلازما بلد جلوكوز لازم يكون عندي، لازم يكون عندي 110، والبوست برانديال عند اقل من 150. تمام. طب هو الويت جين والهوسبيتاليزيشن ليه يخش المستشفى؟ عشان غالبا هتولد قيصري. تمام. هتولد قيصري والولد هيطلع عنده ريسبيرتور ديستريس، فيحتاج ان هو يخش النيونيت الاي سي يو. تمام. لازم ابقى اجهز نفسي، انا بجهز نفسي. تمام. وكمان ممكن يحصل، ممكن يحصل زي البريك بلانس الحاجات دي، ممكن يحصل البوست مارتم هيموريج والحاجات دي، فاعرف اعمل مانجمنت للحاجات دي. تمام. بعد ما تولد خلاص ديسكونتينيو الانسولين واكمل بالاورال هايبوجلايسيميك دراج. تمام. وكمل بيجي الاورال هايبوجلايسيميك دراج. ماشي. عندنا عندنا ايه؟ السكين كومبليكيشن، السكين كومبليكيشن ده انا اعرفها انه مريض واعرف شكل كل واحد. تمام. طيب اول حاجه ريكورنت انفكشن نتيجه للسكر عالي، السكر عالي ده جود ميديا فور بكتيريا، وكمان بيعمل اسكيميا مايكرو انديوبل، فبيقلل وصول الدم للانسجه، فدم الدم قليل فالخلايا المناعيه قليله. تمام. والانتي بايوتكس اللي هديها تبدا تبقى قليله برضه. تمام. وكمان بيقلل المناعه. ماشي. طيب ايه اللي بيحصل؟ كاربانكل فرانكل سيلولايتس. ماشي. طيب فانجل انفكشن زي كانديديزس، زي الكانديديزس. طيب دريد وند هيل الجرح بيقعد فتره على ما يبقى عامل. تمام. بورورايتس بوريتس فالفاي تبقى كانديديزس على مستوى الفاجندا. تمام. واي اي فيميل عندها بورورايتس فالفاي كانديديزس على مستوى الفالفا والفاجندا لازم اعمل لها مونيتور البرد الجوز واعمل انفستيجيشن للتعبير. تمام. طيب دي حاجه اسمها النيكروبيوزس لبويديكا ديابيتو كورا، نيكروبيوزس ديابيتو كورا. تمام. نيكروبيوزس ديابيتو كورا. تمام. تبقى بينفول بليك. كلمه بليك يعني ايه؟ الاليفيشن في السكن. كلمه اليفيشن يا اما تكون بابيول يا اما تكون نوديول. بابيول يعني حاجه صغيره، يعني اليفيشن بس مساحته الصغير الدايمت بتاعه صغير. نوديول بتبقى كبيره شويه. تمام كده. بليك بتبقى اكبر، بتبقى كبيره قوي كده. تمام كده. حته عاليه من الجلد بتبقى عاليه شويه. الحته اللي في النص السنترال يلو شيرد. تمام. سراوند باي براونش، البوردر براونش، يبقى كده اصفر ودي بني. حته عاليه من الجلد اللي في النص اصفر واللي بره بني. تمام. طيب موجود على الشين اوف فيليا، الشين اوف فيليا قصبه الرجل نتيجه ليه؟ اوكليوشن للبلاد فيسل، يحصل مايكرو انديوبس على مستوى الكوتينيوس بلاد فيسل. تمام. يحصل سنتر الالسر، الحته الصفر دي بتفرح. تمام كده. سنتر الالسر. تمام كده. وتهيل باي سكار. ماشي. دايابيتك ديرمولاتي بنسميها السبوتل دريج سندروم، بيبقى بينلس. بينلس في ناس بتقول ان دي بينلس برضه، في ناس بتقول ان دي بينلس. ماشي. طيب دي بينلس. بابيول، بابيول يعني حته عاليه من الجلد بس اقل شويه، صغيره شويه. تمام كده. اسمها بيول، موجود على الشيء اوكتيفيا برضه. هيلينج بس سكار، بتعمل بيجمنتيشن. تمام كده. ده شكل الكانديديزس اهو، الكاندي او الاورال ترش. ده شكل الدايبيتو كورم اللي هو ده شكل النيكروبيوزس دايبيتو كورم، النيكروبيوزس دايبيتو كورم. تمام. وده شكل السبوتل دريك سندروم، شكل السبوتل دريك سندروم. ماشي. طيب عندنا البولوزس دايابيتو كورم، بولا يعني حته حويصله بس كبيره، في حاجه اسمها فيزيكال، الفيزيكال دي بتاعت الهربس، بتبقى يعني ايه؟ بس بقول لك الواد طالع طالع الحراره، طالع له حراره ايه عند بقه كده. تمام؟ دي بقى حراره بس ايه؟ الفيزيكال حويصله بس كبيره شويه، بق ليله كده، بق ليشه كبيره كده. تمام؟ مليانه ميه. تمام؟ طب بولوزس دايابيتو كورم تحصل بس رشه بولي، بولي مليانه كلير سيروم، مليانه كلير سيروم. تمام؟ زي بلازما يعني. تمام؟ ممكن تبقى هيموراجيك، مليانه ايه؟ زي دم كده. ماشي؟
ماشي، ده شكل البلوزس لايبيتو كورم اهو، ادي البلوزس لايبيتو كورم، بلوزس لايبيتو كورم ماشي اهو، حتى بقى ليه شكلها كبيره. طب جرانديولوما انيولير تبقى بابيول، جرانديولوما انيولير بتبقى بابيول، بتبقى عباره عن رينج كده، رينج كده تمام، والبريست السنتر بتاعها بريست تمام كده، اوفر اكستنسو سيرفس، جرانديولوما انيولير بتبقى رينج، رينج هي كده، وفي النص البريست بتبقى على اكستنسو سيرفس تمام. في كمان حاجه اسمها الاكانثودس نيجريجنس، الاكانثودس نيجريجنس ماشي، دي بتبقى كده حاجه زي بيجمنتيشن في السكين على مستوى الاكزيما، على مستوى القفا، وعلى مستوى الشيم كده تمام كده، دي علامه انسولين ريزيستنس. لما الاقي عند الست او عند الراجل عنده اكانثودس نيجريجنس ده معناها انسولين ريزيستنس، يبقى ده حتى لو ما جالوش دايبيتس هيجي له دايبيتس تمام كده. طيب في عندي كمان الزنس لازمه، الزنس لازمه دي بتبقى حته صفرا كده في الاي ليد بالشكل ده كده، دي علامه هايبر كوليسترولمية ماشي. طيب في كمان هايبر كاروتينيميا، ديفكت في الكونفرجن اوف كاروتين تو فيتامين اي، الهايبر كاروتينيميا دي طب ليه؟ اصل هو بياكل خضار كتير، خضار في كاروتين تمام كده، الليفر مش قادر يحول كل الكاروتين لفيتامين اي تمام، فالكاروتين بيتراكم كده في الجلد بيصفر الجلد، بتبقى شبه اسمها كونديشن مايميك الجوندس. يعني ايه مايميك الجوندس؟ بتبقى شبه الجوندس، هو مش جوندس، مش جوندس يعني مش ما فيش مشكله في البيليروبين، لو قست البيليروبين هلاقيه نورمال. ايه دليلك؟ لو بصيت للسكليرا هلاقيها مش يروش، كنا قلنا الجوندس عشان يحصل يروش اسكلريشن في السكين، بالترتيب بتاع الجوندس الاول السوفت بلت واليوبيرا، بعد كده تخش على مين؟ على السكليرا، بعد كده تخش على السكين، السكين بتبقى اخر مرحله. يبقى لازم لو هو جوندس كان لازم السكليرا تبقى صفراء الاول، فلو لو بصيت على السكليرا هلاقي ايه؟ هلاقي بيضاء مش صفراء تمام. يبقى هنا ما فيش جوندس، ده هايبر كاروتينيميا، دي من ضمن الكونديشن اللي ماي ميك او ديفرنشال ديجنوزس ويز ايه؟ ويز جوندس ماشي. طيب في عندك كمان كومبليكيشن اوف انسولين تريتمنت، لو هو بياخد البوفاين اللي هو الانسولين الحيواني ده تمام، بيبقى اوتو اميون انتي بودي، اوتو رياكشن بتكون في الجلد كده، بيحصل اتروفي عن صديق تمام. طيب لايبو هايبرتوفي الانسولين بيبقى انابوليك افكت، لو دخل لو استخدم هيومن انسولين اللي هو اللي جاي من الجينات انجينيرنج، استخدمه في نفس المكان في الحقنه في نفس المكان، بتعمل ايه؟ انابوليك افكت على مستوى الليبيد وعلى لايبوجينيسيس وعلى مستوى البروتين، انابوليك افكت على مستوى البروتين، الحته دي بتخن شويه، بيبقى لايبو هايبر ماشي على مستوى الليبيد يعني بتبقى لايبوجينيسيس. طيب ده يعني كانسوز نيرجنز بتبقى ايه اللي احنا قلناها دي تمام، بتحصل مع تايب 2 بتبقى انسولين انسولين ريزيستنس. طيب الدايابيتيك فود، الدايابيتيك فود مهمه، الفود اوف دايابيتيك اسمها قدم السكري، القدم السكري بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده انفكشن والسر، انفكشن والسر اسكيميا تمام. الباثوجينيسيس بتاع الدايابيتيك فود بتتمثل في ثلاث حاجات، النيوروباثي فاسكولوباثي وانفكشن تمام. طيب النيوروباثي عنده تروفيك السر، تروفيك السر يعني ايه؟ اوفر البريشر بوينت تمام، اوفر البريشر بوينت عند ايه؟ عند مثلا يعني المناطق اللي بيضغط عليها وهو ماشي برجله كده، ممكن مثلا مسمار، مسمار يروح داخل في رجله ومش حاسس بحاجه، عنده سنسوري، عنده بريفرال نيوروباثي مش حاسس بحاجه، المسمار بيعمل ألسر، وفين وفين بقى ايه على ما يروح الدكتور بتاع الاوعيه الدمويه ويكتشف ان هو كان عنده ايه؟ عنده دايابيتيك فود وكده وألسر وكده ومش حاسس بيها تمام؟ ماشي. نيوروباثيك جوينت اسمها الشارك جوينت، هنعرف دلوقتي يعني ايه الشارك جوينت. طب النيوروباثي بيضرب البريفرال نيرف سواء سنسوري نيرف يعني شيب سنسيشن او سواء سايب شيء موتور اوامر يعني، او اوتونوميك. لو ضرب سنسوري قال لك ايه؟ بيضرب الديب سنسيشن سبيشالي فايبريشن سنس، وبيضرب الجوينت سنس تمام. الديب سنسيشن اللي هي ايه؟ النيرف سنس والمسل سنس والجوينت سنس والفايبريشن سنس، بيضرب الديب سنسيشن، فالبيشنت ما يحسش بالفود، تخليه يغمض عينيه واقول له مثلا ايه؟ انا برفع صبعه او اتني صبعه او كده، اقول له مثلا صبعك كده فوق يمين وشمال، مش حاسس بالصبع اصلا، مش حاسس بحركه الجوينت تمام. تمام الموتور، الموتور النورمال موتور فانكشن بتاع الدرسك مسل، ممكن يحصل فود، فود ديفورماتي في المصل، فود ديفورماتي يعني نتيجه لمشكله في الانترنسك مسل بتاعت الفود، فود مسل تمام. طيب ماشي، يحصل مال ديستريبيوشن اوف ويت لانه ماشي بتاعته بتبقى غريبه شويه تمام. اوتونوميك نيوروباثي، السويتنج بيقل تمام، بتبقى دراي، الجلد بقى ناشف ومشقق، يحصل فيه ألسر، يحصل فيه انفكشن. طب الانفكشن ليه؟ احنا قلنا عشان لما السكر والجلد مودي في البكتيريا وبيعمل اسكيميا، يعمل مايكرو انجيوباثي، وكمان بيعمل اسكيميا فبيقلل الخلايا المناعيه وبيقلل من الدليفري اوف انتي بايوتكس تمام، وبيقلل المناعه تمام. طيب قال لك السليب كيسز بيحصل حاجه اسمها الشارك جوينت، لما اجي لو جيت انا ربعت او ايه او مثلا قعدت على الارض كده وايه وتنيت رجلي تحت، تنيت رجلي تحت تمام كده، ممكن ابقى ضاغط على مين؟ ابقى ضاغط على غز الرجل اللي هو الليل اللي هو الماليولس، ميديال ماليولس او اللاترال ماليولس، او ضاغط على ايه؟ او ضاغط على البوني برومنس بتاعت الليل تمام. طيب ساعات كده رجلي بتخدل او ايه؟ او رجلي بتوجعني، فبحس بالوجع، فبروح فارد رجلي صح كده؟ الدايبيتس ده، الدايبيتس عنده مشكله في البرفرال نيرف، مش حاسس بحاجه، ممكن يبنه حاطط رجله تحته كده وتانيها تحته طول اليوم، فين وفين على ما افتكر هو مش حاسس بحاجه. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ماينور فراكشر، ماينور فراكشر في البون في العظم، ومش بيحس بيها نتيجه من كتر الضغط، الحمل كله، حمل جسمه كله على العظم بتاع رجله، يبقى طول اليوم كده ومش حاسس بحاجه، فيحصل ماينور فراكشر في البون بتاعت الفيت
بتاع الفود تمام، فيحصل نيو بون فورميشن، اب نورمال نيو بون فورميشن تمام، نتيجه للفراكشر ده، هو مش حاسس بحاجه، فبنسميها بالشارك جوينت، بيبقى جوينت شكله غريب شويه تمام، اسم الراجل اللي اكتشفه يعني بالشارك جوينت، يبقى بينلس ديفورمد هايبر موبايل اب نورمال بون فورميشن تمام، بنسميه النيورو ارثروز، نيورو اي ارثروز، يبقى نوت انفكشوس، هو مش نادي انفكشن، مش سيبتك يعني تمام، يحصل ديستراكشن في البون جوينت اسوشيت مع مين؟ مع النيوروباثي، اسوشيت مع النيوروباثي تمام، اسوشيت مع مين؟ مع النيوروباثي ماشي. طب كمان بيفقد السبشن سنسيشن للبريشر والبين، كمان بيفقد، يبدا صعب شعره يقع، بيحصل بريتل نيل، لو حطيت ايدي على ال دورزالس بيرس ارتري اللي هو كده بيبقى ارتري ما بين السرعه الكبير الصغير اسمه دورزالس بيرس، هو بريفرال ارتري يعني، حطيت عليه ايدي كده يحصل مايكرو انجيوبيتي في الارتري ده، فبيبقى بالسس يعني ايه، ما احسش بالسس في الحته دي تمام. هو نورمالي بيبقى ابسنت 15% من الناس، بس 85% من الناس عندهم بالسس، بحس بدورزالس بيرس ارتري تمام. بحسه ازاي؟ بعمل اكستنشن كده لايه، للبيج تو، وبحط ايدي كده في الفيرست ميتاتارسال سبيس تمام، المفروض احس الضغط بتاعي للدورزالس بيرس، هنا مش هحسه تمام. طيب اللي هي بنسميه الابسنت ديستال بوكس، ابسنت ايه، ديستال بوكس ماشي، ده شكل كده دايبيتك فود، وفي ألسر بالشكل ده اهو، ده في مسمار دخل هنا مثلا كده اخرى من الحته دي على الألسر ومش حاسس بحاجه. طيب الشارك جوينت اهو، اللي اسمه ايه، الشارك جوينت او الشارك فود تمام، ضغط على رجله عمل نيو بون، عمل فراكشر ومش حاسس بيه، عمل نيو بون فينيش، ابنورمال نيو بون فينيش. طيب كمان دي اول حاجه نيوروباثي. طب ثاني حاجه في الدايبيتك فود الباثوجينيس بتاعته الفاسكولوباثي، مشكله في البروفرال سيركيوليشن تمام، الارتري اللي رايح للفوت بيضيق نتيجه المايكرو انتيبيوتيك تمام، فالخلايا المناعيه بتقل، والانتي بايوتكس لو انتي بتقل شويه تمام، لان البلاط في الرؤوس قليل تمام، فبتزود الانفكشن، فبيزود فيعمل دايابيتيك جنجرين. طب ايه الانفكشن؟ برضه الانفكشن احنا قلنا تبقى بودي مايكروبيال، ليه بودي مايكروبيال؟ يبقى فانجل وبكتيريا، كل الاورجانيزمات ممكن عليها هنا سبيشالي البكتيريا والفانجس ماشي، يحصل جلاي روم هيلينج سيستميك سيبسس ونيوروباثي واسكلوباثي، يحصل اكستنسيف نكروز في تشو وجنجرين اسمها دايبيتيك جنجرين، اب تو امبيوتيشن، كل شويه يروح عند الدكتور بتاع لو عايز ميه وكده يعمل ايه امبيوتيشن، يشيل الصباع، ناس كده قوي بتبقى شايله الصباع تمام. طيب ازاي امنع الفود ألسر؟ ازاي امنع الفود ألسر في الدايبيتيك فود؟ ازاي امنع؟ اول حاجه الكير، الكير الفود كير، في ناس بتقول لك ايه، تريت يور فود as you treat your child، يعني اهتم برجلك اكنك انت، اكن رجلك دي هي الطفل بتاعك خلاص، يعني ايه، يعني ايه زي ما تقول كده ادلعها الاخر، لان دي لو باظت يعني خلاص، يبقى يعني الانسان مش عارف يتحرك كده تمام. طيب لازم تروح دايما تعمل تشيك اب، وتروح على الدكتور وكده بالذات لمرض الدايبيتس، ويروح على طول يكشف تمام. طيب في كمان بقول لك في ناس تخصص فود، الفود فيزيشن تمام. طيب البيشنت اديوكيشن كنترول دايبيتس والفود كليننج، يعني ايه فود كليننج؟ قال لك بعد ما يغسل رجله او كده يتوضا او يغسل رجله او كده، قال لك ينشف رجله كويس عشان الميه دي ما تتجمعش ما بين الصوابع وتعمل فانجل انفكشن تمام، يبقى نشف رجله كويس ويحط بودره زي بودره كده عشان تمنع الانفكشن تمام. طيب كمان في ناس كمان بيدوهم كمان الفايبر وبلاست جروث فاكتور، الفايبر وبلاست جروث فاكتور ده الفايبرس والجروث فاكتور، حاجه كده بتمنع الانجيوجينسي، بتمنع نيوفاسل كريميشن، وبتمنع الفوت السر دي تمام. البالس اكزامينشن بشوف البالس ده، اعمل ريجولار بالس اكزامينشن للبرزالز بيرز تمام، بيلبس حاجه تكون بروتكتيف، الجزمه من الاطفال اللي بيلبسها اي حاجه من دي، والشراب والحاجات دي والشوز دي، يعني ايه افويد، ما يمشيش حافي، ما يمشيش حافي عشان ما فيش حاجه تخش في رجله وتعمل السر تمام. البريشر ريدكشن، البريشر ريدكشن يعني مثلا ايه، وهو قاعد او كده ما يتكاش على رجله، يعني يبقى يحاول يخفف البريشر على رجله ماشي. طيب ماشي، البروفلاكتيك سيرجري بيقللوا البوني برومنس، بيخشوا كده وياكلوا حتت من البون عشان لما يجي يضغط عليها ما يبقاش في بون، ما يبقاش في بوني برومنس تعمل فراكشر وكده وتعمل ألسر تمام كده، فبياكلوا الحتت دي بوني برومنس دي تمام. طيب التريتمنت عالج ازاي؟ الوند كير بدريسنج، بدريسنج تمام، الامبريكال انتي بايوتيك، ادي انتي بايوتيك ماشي، واعمل له الدبرايد مينتر فينك كده شو اشيله ماشي، انجيو بلاستي عشان اشوف الديسس ريكوري، ده شغل جراحه وعيده ماضي الباسكولار سيرجري تمام، والامبيوتيشن في الاكستنسيف كيسز، الامبيوتيشن في الاكستنسيف كيسز ماشي. طيب عندي كمان في عندنا اللي حاجه اسمها الباجنر كلاسيفيكيشن، قسموا الدايبيتيك فود لكام، 6 جريد، جريد 0 1 2 3 4 5، جريد 0 هاي ريسك بس لسه ما حصلش ألسر، نو ألسر، جريد 1 ده حصل ألسر بس نوت انفكت لسه ما حصلش انفكشن تمام، بيبقى تبقى شالو لسه سوبرفيشال يعني تمام. طيب جريد 2 ده اديب ألسر في سيلولايتس ده انفكشن تمام، بس نو ابسس ما حصلش ابسس ولا بون انفولفمنت ماشي. طيب الجريد 3 ديب ألسر معاها بون انفولفمنت ومعاها ابسس. طب جريد 4 جنجري، جريد 5
جنجرين في كل الفود، اما جلد اربعه دي كانت ايه في الصباع بس، في الصباع او في الكعب، اما هنا في كل الفود ماشي. طيب الريسك فاكتور ايه الحاجات اللي بتزود الامبيوتيشن او بتزود الفود السر؟ البون جرازين كنترول، واحد عنده دايبيتس مثلا بقاله 10 سنين وما بيعملش كنترول كويس، ما بياخدش معاه كويس، ما بيروحش يكشف، لو في بروفرام يرابطي مش هيحس، لو في مصمت دخل ولا حاجه او اتعور او كده مش هيحس. تمام، البوني اب نورماليتي والكيرس، في ناس عندها كده بوني اب نورماليتي، في كيرس ده بيبقى اب نورمال بون فورميشن، ممكن يعمل ايه؟ يعمل قصر يضغط على الجلد وكده ويعمل السر ماشي. طب بريفرال باسكولار ديزيز، البريفيوس فود تروما، واحد مخبوط قبل كده عمل سيرجري في رجله. طيب الانفكشن احنا بنزيد دي عشان المناعه بتقل، وعشان المايكرو انجيوباثي هيعمل اسكيميا، فهيقلل بلاد فلو، فهيقلل الانتي بايوتكس، وهيقلل كمان الميون سيلز، كمان والهايبر جلسيميا دي ميديان جود ميديو فور بكتيريا ماشي. طيب الجي اي تي كومبليكيشن، الجي اي تي كومبليكيشن اول حاجه على مستوى الماوس بيبقى فيه انفكتد جامز، اللثه بتبقى ملتهبه تمام، ودينتا كيرس او السنان ولوز تيث يبقى ايه مشهوره جدا المرضى اللي مرضوا دايبيتس، اول سنان بتتلخخ بعد كده بتقع تمام، ريد جليز ذا تانك يحصل اطروفي للبابيلي، اطروفي للبابيلي تمام، بيبقى لسانه ناعم مفيش بابيلي تمام. طيب كمان عنده كانديديزس او الاورال سراش اللي احنا شفناها دلوقتي، كانديديزس طبعا مستوى الصمت، الديسبسيا النتيجه دي الهايبوكلوروهيدريا والاوتونوميك نيورولوجي ماشي. الكيتوزس احنا قلنا في الدوري الكيتوزس، الكيتو بودز دي بتبقى ايرتنت على مستوى الجوانت تي، فتعمل نوزي فوميتنج وهيماتيمس اللي بتعمل ابدومينال بين تمام. طيب على مستوى كمان الانتستين اوتونوميك نيورولوجي تعمل نكتورنال دايريا والاستاجنال تو لوكسن دور، الدايريا دي سببها ايه؟ الاي اوتونوميك نيورولوجي، الاي اوتونوميك نيورولوجي مش بيحس الاستريتش ريسبتور او اسمها الجي او تي، مش بتحس المجموعه دي، بتعمل ديفيكيشن بتطلع كل الكونتنت بتاعت الجي او تي وتطلعها في الاستور تمام. طيب البكتيريا اوفر جروز، الاكل بيركن في المعده او في الانتستين تمام، هي حاجه اسمها في حاجه اسمها الاستاجنال تو لوب سندروم، حته كده من الانتستين لوب الاكل بيركن فيه او يركن فيه شويه تمام، فتجمع عليه بكتيريا فتعمل بكتيريا اوفر جروز، البكتيريا اوفر جروز تعمل سكريتوري دايريا ماشي. طيب عندك هنا السيليك ديزيز، السيليك ديزيز ده قلناه، السيليك ديزيز ده قلناه في الجو تي بالتفصيل، في حاجه اسمها القمح، القمح والشعير والشوفان موجود في الجلوتين، حاجه اسمها الجلوتين، الجلوتين في جزء منه اسمه الجلايدن، الجلايدن ده المفروض بيكسر بنزيم اسمه جلايدانيز، الجلايدانيز انزيم ده بيكسر الجلايدن تمام. في ناس عندها ديكريز في الجلايدانيز انزيم، جلايدانيز قليل، الجلايدانيز قليل فالجلايدن هيتراكم، بيحصل اوتو انتي بودي اجينست الجلايدن، ويحصل ليمفوسيتك انفلتريشن كرونيك انفلاماتوري سيل سبيشالي ليمفوسايت، تطلع سايتوكينز، تدمر في الفيلاي، بتبقى فلات فيلاي، تدمر في الاكستنال فيلاي وتعمل مال ابزوربشن تمام، اسمها سيليك ديزيز تمام. ويبقى ده في مال ابزوربشن مش هيحصل امتصاص، فهينزل في الاستوديو عن طريق ماشي. الدراجز زي اللي هم مين؟ الاورال هايبوجلايسيميك دراج، الميتفورمين، الميتفورمين بيعمل ايه؟ والانكريتين كانوا بيعملوا ده كيتو اسيروزس، بيلموا الميه حواليهم، يعمل اوزموتيك دايريه ماشي. طب الكونست ممكن يحصل كمان الكونستريشن، يحصل كونستريشن ليه؟ نتيجه ليه؟ الفيجال نيوروباثي، لو حصل نيوروباثي عم بيحصل فيجاس ماشي، ممكن يحصل نيوروباثي كونستريشن تمام. طب في حاجه اسمها كمان الجاسترو باريس دايابيتو كوام، قلناها قبل كده، نقولها تاني، الجاسترو باريس دايابيتو كوام، ده عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما تقول كده الانتستين في حاله من الشلل المؤقت. يعني ازاي يعني؟ الفيجاس فيه مشكله، الفيجاس فيه مشكله، في نيوروباثي في الفيجاس، ففي هنا بايلوز، البايلوز دي البوابه اللي بتاخد الاكل من الجو تي من الاستومك على الانتستين تمام. الحته دي قفشه شويه، قفشه، فالاكل بيركن في المعده شويه، الاكل بيركن في المعده شويه. طب ايه المشكله يا عم؟ قال لك يعني دلوقتي الانسولين كان بيتاخد قبل الاكل نص ساعه، طب ليه؟ عشان الانسولين بيوصل للبيك بتاعه بعد حوالي ساعتين، بعد حوالي ساعه ساعتين، على ما الاكل بيحصل له دايجيشن في الاستومك ويوصل للتستم يحصل ابسوربشن، يعني على ما الاكل يحصل امتصاص والجلوكوز يوصل للدم يكون الانسولين وصل للبيك بتاعه، فيبدا الانسولين يشتغل على الجلوكوز بيدخله جوه الخليه عشان يعمل هايبوجلايسيميا ويقلل الجلوكوز. حلو. طيب دلوقتي الاكل هيركن شويه، هيركن قوي، ممكن يقعد 3 4 ساعات في الشوط. الانسولين انا باخده، الشخص لا بياخده قبل الاكل بنص ساعه، فالانسولين هيوصل للبيك بتاعه في الدم، هيوصل للبيك بتاعه في الدم قبل ما يحصل امتصاص للاكل، قبل الجلوكوز ما يعلى في الدم هيحصل هايبوجلايسيميا، الانسولين عالي من غير ما يكون فيه جلوكوز تمام، فهيدخل الجلوكوز اللي موجود يعمل هايبوجلايسيميا تمام. طيب بعد كده الانسولين بيتكسر وخلاص الايفكت بتاعه بيختفي، هيكون الاكل حصل له ابزوربشن وعلي، الجلوكوز عالي في الدم، فيحصل هايبوجلايسيميا لان ما عادش في انسولين، الانسولين اتكسر وخلص، خلاص كان فيه خلص تمام. طب ايه الفكره يا معلم؟ الناس دي بتاخد انسولين في نص الاكل، تاخد انسولين في نص الاكل، بتاخر الانسولين ليك عشان على ما يحصل امتصاص للاكل
ديلاي بيكسر امتى ده؟ يكون الانسولين وصل للبيك بتاعه وخلاص وانا ايه تخطيت المشكله ماشي؟ يبقى بياخدوا الانسولين في نص الاكل. طب ايه اللي بيحصل فات الانفلتريشن؟ طب ليه؟ عشان بيحصل تكسير للديبت عن طريق اللايف وبروتين دايبيز سبيشال بروتين تايب 1 دايبيز وسبيشالي في الدي كي اي. اللايف بروتين دايبيز بيكسر الدهون ويطلع في الفاتي اسيد تروح رايحه على الليفر تتراكم في الليفر تعمل فاتي ليفر تمام وتروح على الميتوكوندريا بتاعت الهيباتوسايت وتعمل لها يحصل لها اوكسيديشن كده و تتحول للكيتون بودز فتعمل ايه الكيتونيميا والكيتينوريا والحاجات دي تمام. طيب الجول بلادر، الجول بلادر بتعمل ايه؟ كوليسيستايتس تمام كوليسيستايتس وكوليستونس ماشي؟ يعني نتيجه الهايبر ليبيديميا والهايبر الهايبوموتيليتي يحصل كوليسترول كوليسترول تمام. في عندنا حاجه اسمها البريتل دايابيتس. البريتل ده سكره بيلعب، سكره ايه بيلعب؟ يعني بيلعب حبه فوق حبه تحت، حبه فوق حبه تحت. طب ليه؟ يا اما هو بياخد تريت انسولين بكثره اوفر تريت انسولين، يا اما مش بياكل يعني فين وفين على ما افتكر ان يا اما مس دمير يا اما اوفر انسولين، اوفر ايه انسولين تمام. لو اوفر انسولين يحصل هيبوجلايسيم تمام، لو مش بياكل يحصل هيبوجلايسيم، وساعات بياكل كتير، بياكل كتير قوي تمام، بياكل كتير قوي فيحصل هايبر جلايسيم، ساعات ما بياخدش انسولين او ياكل انسولين قليل فيحصل هايبر جلايسيم. يبقى هو بمزاجه، بمزاجه ياخد انسولين بمزاجه وياكل بمزاجه تمام. او مش كده عنده رينال فيليور، او عنده لو رينال سبيشال، لو رينال سبيشال يعني الكيدني بتنزل جلوكوز بنسبه اقل من 160 يعني قبل 160 يكون الجلوكوز نزل في اليورين تمام، بتنزل جلوكوز بنسبه كبيره في اليورين تمام. انكو اوفر ديبيشن، البيشنت ما بيروحش للدكتور، ده بيخش العلاج بياخد بمزاجه تمام. طيب او في اندوكراين ديس اوردر، في حاجات بتزود الانتي انتي انتي انسولين، مثلا في مشكله في البيتري او الادرينال انسفيشنسي او كده، حاجات بتزود انتي انسولين زي مثلا جوز هرمون ثيروكسين كورتيزون الحاجات دي تزود الانتي انسولين، ولكن هو مش شخص لسه، مش متشخص لسه، مش متشخص بنسميها الهيدن اندوكراين بروبلم او الجاسترو باريز اللي احنا قلناها دلوقتي تمام. الجاسترو باريز ده بيت كورم اللي احنا قلناها دلوقتي تمام. الكوز اوف ريكارنت هايبر جلسيميا، يا اما ريكارنت هايبر جلسيميا يعني سكر عالي، يا اما ان ابروبريت انسولين دوز وليكن مثلا انسولين مع انسولين قليل، او انتر كارنت النس الانس انفكشن ده تعمل ستريس، ستريس يعني زود انتي انسولين فيعاكس الاكشن بتاع الانسولين فيعمل ايه؟ الانسولين بيقل شويه الايفكت بتاعه فيعلي السكر، يعلي ايه السكر تمام. التريتمنت ريفيجن للتريتمنت سكادول، اقول له يا حاج كده انت خدت امتى العلاج؟ انت اكلت امتى؟ اكلت ايه؟ يبقى راجع معاه الجدول بتاعه وشوف هو ماشي على العلاج صح ولا لا تمام. البيشنت اديوكيشن علمه يا حاج المفروض تاخد العلاج كذا كذا كذا، الحقنه تاخدها في الوقت الفلاني او الدواء انت تاخده في الوقت الفلاني، تاكل كذا، تظبط الاكل بتاعك كده. الانسولين بامب يعني انت مثلا بقى انت هتقرفني معلش لا مؤاخذه خلاص، خد الانسولين بامب ده يحطوه على الجلد كده، هو بيقيس الانسولين بامب بيقيس مستوى الجلوكوز وعلى اساسه بتطلع كده سبكوتانس انفيوشن للانسولين وتظبط الجلوكوز مع نفسها. طيب عندنا حاجه اسمها دي في شويه اندوكراينال تيومر كده، اندوكراينال تيومر بتطلع من حاجه اسمها الابود، الابود اللي هي الامين بريكرسور اوبتيك بيتا بوكسيليشن سيلز، الابود دي بتبقى سكاتر بكين على مستوى جسم كله تمام. ممكن تطلع من البيتا الايلت اوف رانجر هانز، ايلت اوف هان الجزيره بتاعت البنك دي موجود فيها البيتا سيل موجوده في السنتر والالفا موجوده في الطرف وكان في دلتا سيل، البيتا كانت بتطلع انسولين تمام والالفا بتطلع جلوكاجون تمام والدلتا بتطلع صامات استاتين. ممكن يطلع تيومر، تيومر في البيتا سيل، تيومر في الدلتا، تيومر في الالفا، لو تيومر في البيتا بنسميه انسولينوما، لو تيومر في الالفا جلوكاجونوما، لو تيومر في الدلتا بنسميها سوماتوستاتينوما تمام. جلوكاجونوما يعني انكريس جلوكاجون من البيتا سيل او الالفا سيل تمام كده. طيب دايبيتس يعني ابدومينال، يعني تحصل دايبيتس ويحصل ابدومينال راش. طيب في حاجه اسمها الزولينجر إلسون سندروم او الجسترينوما، ده تيومر بيطلع جسترين كتير، في حته اسمها جسترينوما تريانجل دي عباره عن بورتا هيدابس والنيكو بانكرياس والثيرد بورشن اوف ديبانا بس كده. البورتا اسمه الجسترينوما تريانجل عباره عن ايه؟ النيكو بانكرياس عباره عن ايه؟ النيكو بانكرياس تمام والثيرد بارت اوف ديبانا والبورتا هيدابس، دي كده اسمها بنسميها الجسترينوما تريانجل ماشي؟ ده بتطلع اكسسيف اماونت من الجسترين. طب ايه المشكله يا عم؟ ما هو الجسترين ده هيزود ايش سيل سكريشن تمام؟ هيعمل بيبتيك اصلا تمام؟ هينشط الانزيمات، الانزيمات تطلع ما تلاقيش اكل، ما تلاقيش اكل تهضمه، ايه اللي بيحصل؟ تروح واكله في الميكوزا بتاعت الجلط دي فتعمل بيبتيك اصلا تمام؟ طيب قال لك تبقى لارج ودي فتتريد مش بتستجيب كعلاج. ما الابزوربشن حضاري الاتش سي ال ده بيين اكتيفيت بانكرياتيك جلوكوز، الاسيد العاليه بتين اكتيفيت البانكرياتيك انزايم فبيحصل له هنا ابزوربشن سندروم تمام. طيب الانفستيجيشن لو عملت اندوسكوبي المنظار هلاقي في حاجه اسمها المالتيبل بيبتيك اصل، حاجه اسمها الووتر ميلون ستمك، بتبقى الستمك شبه البطيخه من جوه، شبه البطيخه بالشكل ده كده. الووتر ميلون، الووتر ميلون ايه؟ الووتر ميلون ستمك ماشي، شبه البطيخه كده. لو الاتش سي ال بيبقى عالي
السكرتين بس ده قلناها بيبقى قلناها في الشرطيه بيجينا بيديله بيديله سكرتين المفروض بيزود جلوسترين اكتر من 200 بيك قدام بالامل تمام. عنده لو عملت اسريشن لو عملت الراجل اللي هو نزل جلوستر تيوب وصحح السكريشن هيبقى جلوسترين عادي تمام اكتر من 150 بيك جرام بر ام ال. السي تي والام ار اي ممكن يعملوا عشان التيومر، ساعات التيومر بيبقى صغير جدا صغير جدا انا مش عارف اجيبه. بيجيبوا حاجه اسمها السنثيتيك سوماتوستاتين بنسميه اوكتيفيتي. الماده دي الماده دي عباره عن سنثيتيك سوماتوستاتين. السوماتوستاتين كان بنسميه الريفرزر اليونيفرزر انهبيتور، كان بينزل في خلايا البنكرياس ويثبط من عمل كل الانزيمات وكل الهرمونات، ويلزق في خلايا الجي اي تي ويثبط من عمل كل الهرمونات اللي بتطلع وكل الانزيمات وكل المواد اللي بتطلع، بنسميه اليونيفرزر انهبيتور تمام. انا هدي ماده شبكه اسمها اوكتيفيتي واحط عليها ماده مشعه اسمها الانديوم، الانديوم ليبلد اوكتيفيتي تمام، واصور بالاشعه تمام. الخلايا اللي تعمل ابتيك للاوكتيفيتي يبقى في مشكله فيها، يبقى دي خلايا تيومر، لان الخلايا دي بتطلع جسرين جديد. الاوكتيفيتي بيشمشم على الحاجه اللي بتطلع حاجه كتيره، بيشمشم على الحاجه اللي هتطلع جسرين يروح لازق فيه تبان في الاشعه. دي بعملها امتى؟ لو كانت تيومر صغير مش هيبان في السي تي ولا مرات تمام، او ممكن اعمل انجيوجرافي والبورتال فينا سامبلنج عشان اشوف الجسرين او الكرايز التيومر. التريتمنت اشيل التيومر ميتاستاتيك تيومر اديها لادي الام برازول، ام برازول عشان يبقى تتاثر والكيمو ثيرابي ده تيومر تمام. ممكن اديله سوماتوستاتين، ممكن اديله ايه سوماتوستاتين، اديله ايه سوماتوستاتين مره، او اديله اوكتيلوتين، اوكتيلوتين ده عشان يقلل من الجسرين تمام. يبقى انا استخدمته في تشخيص والعلاج. طيب في حاجه اسمها الفايبوما، يعني ايه فايبوما؟ فايبوما يعني تيومر في الانتستن بيطلع الفي اي بي البازو اكتف انتستاينال دكتور. ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه بيعمل ضيريه، بيعمل ضيريه بتبقى شبه الكوليرا، شبه الكوليرا بقى من 5 ل 20 لتر في الكيلو تمام كده، 20 لتر ايه في اليوم تمام. يبقى بيعمل ضيريه، يبقى الفايبوما تيومر في الانتستن بيطلع من خلايا الانتستن بيعمل طلع في اي بي بازو اكتف انتستاينال دكتور بيعمل ضيريه من 25 لتر بير داي شبه الكوليرا، بنسميها بانكرياتيك كوليرا، بنسميه بانكرياتيك كوليرا تمام. يبقى الفايبوما او البنكرياتيك كوليرا تمام. طيب شيء ثاني ماشي. طيب الانسولينوما، انسولينوما ده تيومر طالع من البيتا سيل البنكرياس بيطلع الانسولين بنسبه كبيره جدا بكثره يعني تمام، بيبقى ضنايه 5% بيبقى المين برزنتيشن في فاستنج هايبوجلايسيميا، منطقي الانسولين عادي فبيدخل الجلوكوز والخلايا كده فبي ايه فبيعمل هايبوجلايسيميا. بيبقى عنده سايكايتريك مانيفستيشن، عنده بيزار بيهيفير، انت مش انت وانت جعان، انت مش انت شكلك كده مش مظبوط، يعني ايه بيبقى اجريسيف بيهيفير، يبدا يقول كلام مش يعني يتغير البيهيفير بتاعه، السلوك بتاعه يتغير تمام. الامنيزيا يبدا ينسى، ما اوتوماتيزم حركات لا اراديه تمام. وبالتالي لو انت شفت واحد، لو انت شفت واحد عنده اجريسيف بيهيفير وامنيزيا واوتوماتيزم، ما تقولش بقى ده عنده مرض نفسي وكده يا عم ده مجنون يا عم ده، لا ممكن يكون عنده دايبيتس. وناس بتبقى يعني مناصب مناصب يعني حاجه فخمه، ولاقيه مره واحده كده قاعد في مطعم ولا قاعد في مكان عام ولا حاجه، يلاقيه مثلا يعمل حركات اراديه او يتكلم كلام مش مفهوم او كده، اعرف ان السكر واقع في مشكله تمام. افكر كمان احط من دماغي ديفرنشال ديجنوزس من ضمنها الانسولين تمام. ممكن يحصل فوكال نيورولوجيكال مانيفستيشن، فوكال نيورولوجيكال مانيفستيشن تمام. قال لك ايه؟ قال لك بيجي بيشتكي لك يقول لك انا ايه؟ انا بيحصل لي كده وكده وبتكلم وبشتم وكده وبنسى وبعمل حركات اراديه، احرك بوقي، احرك شفايفي، احرك ايدي، مش عارف ممكن اضرب اللي قدامي. بعد كده لما اكل حاجه مسكره افوق، لما اكل حاجه مسكره الحاجه المسكره يتزود الجلوكوز تمام؟ فتعادل الانسولين العالي تمام؟ طيب قال لك ايه؟ الحاجات اللي هي الويب ترايب، قال لي عنده ويب ترايب سمبتوم هايبوجلاسيميا، سمبتوم هايبوجلاسيميا تمام؟ ضرب الجلوكوز قليل وسمبتوم لما ياخد جلوكوز يتحسن، اسمها ويب ترايب ماشي ماشي. طيب الانفستيجيشن بقيس الفاستنج بلاد شوجر وبقيس الانسولين في 3 مرات تمام. هلاقي هايبوجلايسيميا ولا انسولين عادي اكتر من 5 مايكرو يونتي بري لتر تمام. طيب عندنا الهاي برو انسولين، برو الخلايا بتاعت اسمها البيتا سيل دي بتطلع انسولين اماتيور. كنا احنا قلنا برو انسولين عباره عن ايه؟ عباره عن البي والاي وماسك في السي تمام، بنسميه البرو انسولين. في حاجه اسمها البري برو انسولين مش مهم، يبقى احنا كده البي والاي ماسك في السي، لكن بنسميه البرو انسولين. اصل الخليه مستعجله، الخليه مش عماله تطلع ايماتيور انسولين تمام. هلاقي السي بيبتايد عادي، احنا قلنا السي بيبتايد ده لازق على طول في الانسولين بيطلع معانا، بعد كده بيفك عن طريق اندو بيبتايدز انزيم بيفك ويديني الانسولين بتاعنا اللي هو كان عباره عن بي واي وماسك بيبتايد طيب. ده الانسولين العادي بتاعنا، بس السي بيبتايد دي لازم اي كل مولكيول من الانسولين بيبقى معاه 1 مولكيول من السي بيبتايد. ما هو منطقي ان دي كانت ماسكه عن طريق السي بيبتايد صح كده؟ السي لو ما فصلت بس كان ايه؟
اداني مولكيوم الانسولين، فكل مولكيوم الانسولين بيبقى قصاده 1 سيجل تايل، فالسيجل تايل بتمثل الاندوجينس اكتيفيتي بتاعت البيتا سيل، تمام؟ فلما اقيس السيجل تايل والاقيه عالي يبقى كده انا سسبكت ان الانسولين هو، تمام؟ السيجل تايل ام ار اي زي ما احنا قلنا، وكمان لو التيومر قليل بجيب سنسيتيك سنسيتيك اوكتوفيتيف واحط عليه مدى مشعه دي ليبل، هيلزق على الخليه البنكرياس وهيبان في الاشعه، او الانجيوجرافي ريبورت بين الصامبلينج عشان اعرف بلاز التيومر، ابتدي ان اشيل التيومر لو ايه اوفر بول اديله دايزوكسايد واوكتوفيتيف. اوكتوفيتيف ده بيعمل ايه؟ الاوكتوفيتيف كان سنسيريك سوماتوستاتين بينهبت الريليس بتاع الانسولين، تمام؟ الدايزوكسايد بيعمل ايه؟ دي فور دامج، بيعمل دامج على خلايا البنكرياس. طب ليه بيعمل دامج؟ لانه بيتعب خلايا البنكرياس. طب ليه بيعمل بيتعب؟ بيعمل اكزوستشن. طب ليه برضه؟ قال لك كنا قلنا الانسولين لما يجي يطلع لازم يحصل ايه؟ الانسولين لما يطلع لازم يحصل ايه؟ عندنا مثلا الجلوكوز دخل، الجلوكوز دخل جوه الخليه تحول لجلوكوز 6 فوسفيت، تمام؟ اداني اي تي بي عن طريق كريبس، وعن طريق الجلوكوز وكريبس كان في هنا البوتاسيوم شانل، البوتاسيوم شانل كان بيبقى فعلا راكب عليها مين؟ الاي دي بي، الاي دي بي ده بيفتح للشانل البوتاسيوم شانل، البوتاسيوم شانل تروح ايه؟ بتطلع البوتاسيوم فتعمل هايبر بولاريزيشن، اخلي الريستنج هنا حوالي 70، تمام؟ وكان في هنا الاي دي بي بيجي يقفل القناه دي، يقفل القناه دي ويروح قافلها، فيمنع الهايبر بولاريزيشن، فيقلل النيجاتيفيتي، فيفتح الكالسيوم شانل عشان تخش وتعمل ريليس للانسولين، صح كده؟ قال لك بقى انا هجيب البازوكسايد ده شبه الاي دي بي، شبه الاي دي بي، هيفضل ماسك هنا في الحته دي كده، ويفضل فاتح الكالسيوم شانل، ويخليها تعمل ايه؟ يخليها تعمل هايبر بولاريزيشن. خليها ايه؟ تعمل هايبر بولاريزيشن. ماشي؟ عشان ايه؟ تقلل من الانسولين، تقلل من الانسولين ريليز، تقلل من الانسولين ريليز، ماشي؟ طب السوماتوستاتينوما دي بتطلع من الديسل، من الدلتا او الديسل، تمام؟ بتطلع منها مقابل الاستيتوريا، وبتعمل ويت لوس، بتعمل كمان ريكفر سيرفايفل من الديفشنسي.